قلت ليه ما نعملش سحر الجلب الحبيب؟ صحيح نمشي العرافة ونشوف الفنجال والكل، اما الحق السحر انا نخاف منه، منخاف معناها ما نجرأش كوني نخاف منه باش نعمله. الحاج موسى موسى الحاج معناها تمشي. سامحني عاود لالا موسى الحاج الحاج موسى هي نفسها تمشي تشوف الفنجال ولا تمشي تشوف معناتها العالم الغيب وما تعملش السحر، هي نفس الشيء انت اللي قاعده تعمل فيه. لا خليني نجاوب انا على روحي. نحكي لك انا وياك مانيش كيف كيف. لازم نحكي لك انا لا لا خليني نحكي لك انا كي نمشي اول حاجه انا ما نمشيش. انا العرافه تجيني خليني نحكي لك عاد اسمعني عزيزتي. انا كيما جماعه تقبل نحكي لك على قام معينه كيما البيات وكيما كيما طول في الكلوب السيدات تجي واحده بتشوف لنا الفنجال صاحبات قاعدين كي 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 كا 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 قالت لك معناها تعمل فيها الجو قهوه نعمل الجو. اي انا مع صاحبتي هكا نشوف نشوفوا قهوه تشو اما لدرجه السحر باش نسحر واحد بصراحه انا ما نجمش. شنو هي شنو الفرق بين انت تمشي تشوف عالم الغيب شنو باش يصير لك في المستقبل هو يعرفه ربي بين امشي انت تسحر نفس الشيء زوج شرك بالليور انا نخاف انا نخاف يا عزيزتي انا نحب نشوف القهوه انا انا شرك بالليل فما شرك بالليل على الجو يا بنتي تخيل انت تحكي لي على الشرك بالليل يا شيخ يا أسهاور يا أختي الفاضلة مانيش أنا يا أختي الفاضلة أنا أتكلم على القهوة ونفضلك ونعمل نعمل في جو حتى كي تسحرت أنا ولقيت السحر عملت رقية شرعية نخاف شو بشي سحارة نقول أصبر شنو بشي سيلي سبحان الله أنا ما خفتش كم شكل شواف يا بنتي أنا حرة ما قلت لك مش حرة نخاف من شنية مانيش نحط حاجة في بدني مانيش نحط حاجة في بدني باش نبداو باش نبداو متفقين تفهم فيا مانيش نعمل حاجة في بدني انت شوكيتنا انه تجي تقول مثلا باش نسحر انا شخص. انا واضحه في كلامي وما بدلش كلامي ايه؟ انا ما قلتش انا مشيت شفت كما قالت هي في الايميسيون اللي فاتت قول بيان سور اي مشيت شفت يا اخي قالوا لي باش تخدم في في وسط ايكيب في خدمه دل... ايه؟ قطع شرك على الجو قطع ايه؟ شرك ايه؟ بالله على الجو فيصل انت معانا انا ما قلتش انا ما قلتش راني انا ليه ولي من نورمال نعمل انا ما عملتش خاطر اول حاجه نعاود ونزيد نقول راهو راجلي اجنبي وما فيش الشيء هذا الجمله لا 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 انت ما قلتش خلينا نحكي راجلي مش الجو شو دخل راجلك في اي حاجه افضل حاجه اخرى سامحني يا بنتي دقيقه دقيقه خلينا نحكي انا توا ثاني باش نحكي ولا لا انا باش نحكي توا انا كنجله تونسيه من تونس البنقردي والوطن الكل عربي يعرفني مش نستحق انا نجيب راجل باش ناخذ وانت كنجلة ثلاثة كنجلة تونسية يعرفوك واحدة ما عندهاش راجل انا خمسة باش تقول لي على خدمتك فدليكا يا عزيزي فدليكا شرك بالله هو البيت يجيب ويفضل شرك بالله شرك بالله انت اخر واحدة تحكي على الشرك بالله انا قلت لك على الشرك بالله انا نقول لك انت تحكي على الشرك بالله انا بالنسبة هذه نقول انت تعرف الشرك بالله انا احنا شكبت علينا خذيت اوروبي تي من بعد السحر يا حنان مش شكبت عليك وخذيت اوروبي هو سؤال قال قلت له لو كان يستحق انا مسح لو كان اوكي اما انا مانيش نحكي في هذا انا قلت لنجلة تو جمعة ذي تقول انا مش تشوف انت تو يا عرفتي انا جمعة ذي انا مانيش يا اسيو لحظة انت في دور الشريرة مانيش شريرة استنى مش نقول انا هكا مانيش شريرة بالك ما يحبكش هو انا هكا سامحني معناها انا مش صريحة اسمعني انت عايش معناها مش صريحة دي تعمل لي هكا هذه يعني ما حيدك ما كورونا كورونا يا جماعة جد هكا تعمل لك يا جماعة غادي على الشيخ ليه المختصة في عالم السحر تفضلي هي صريحة فما برشا بنات تمشي تسحر باش تجيب رجال وفما بنات ما يقولوش هاي اساور قالت انا نمشي نسحر وانا نعرف برشا بنات سحره برشا رجال باش جابوهم وعرسوا بهم هي تحب كنا نخلو في البلاتو نقولوا ما نسحروش ما نعملوش واحنا نمشيو ونسحروا انت يحكي على روحك مشيت ولا ليه؟ انت ظلي السحاره اللي مشيت لها فيش لا لا يا نجلة نجلة ما نسمح لكش لهنا في البلاتو تاعي انه تتهكم على عليهم شنو معناها انت تقول انا معرسة بثلاثة وساور درشنية لا لا ما تحكيش عليها ليش ما تحكيش عليها هنا تحكي علينا انا كانت